شطة خضراء حرقة ولا باردة؟ دي لا دي اسمها شطة بطة بتحرق. حرقة؟ بسم الله ما شاء الله. عمري قد ايه يا عم الشاي؟ ده انا جامع منها جامعتين قبل كده. جامع منها جامعتين؟ ما عندك جامعتين. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس فيها ذباب على فكرة، رش ذباب، هروح انا من زمان ما رشتش. رش بالذباب يا باشا. اللهم صل على النبي. ينتج على البيت المفترض ان انا جامع، بس كمان السعر مريح، سايبها ايه كده كده بتتقل، بسم الله ما وكده شاء كده الله بشهر واحد السعر بتاعها بيعلى. بسم الله ما شاء الله. حاجة تفرح خير، ربنا يبارك لك. عندك دي برضه بسم الله ما شاء الله. أرض حتى التربة هنا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة هو الجبل كله حلو. مية مية. هنا بقى ممكن في حتة واحدة تلقى مثلا حتة تربة زي دي، في حتة تانية تلاقيها مثلا حتة طفلة، بس كله في الآخر كله إنتاجه حلو، كله انتاجه حلو. لأن إحنا هو بنزرع اهم حاجة يا عم الشيخ المية. كله الماء، بنزرع بالماء البحاري. ادام مية بحاري، هي الماء بص لو البحاري دي الارض فيها املاح هتتغسل، ما واحدة بقى حتى لو في التربة املاح هتتغسل. نعمل على مصر بقى. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. عطر بكام الكيلو ماشي دلوقتي؟ الكرة دلوقتي ماشي 2 جنيه، المفروض في الأيام دي أنا ببيع ب 8 جنيه و 9 جنيه وبتركب 10. بسم الله ما طبعا شاء أنا الله. التصدير هيفتح 10 واحد، بس فانت كل ما مأجل بقى الجامع، ها مأجل أنا الجامع، المفروض كنت أنا يا جمعت عمرها شهرين ده؟ زارعها امتى؟ عمرها أنا زرع من شهر 11. من 11؟ 11 و12 احنا في اول شهرين، عمرها شهرين. بسم الله ما شاء الله نزرع 5 11. ربنا يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. الزرع كله شطة في بقى غير انا زرع خيار. ما هو الاسعار بتاع الخضار كله دلوقتي ما ايوه بتشجعش. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لا رش للذبابة بقى. بسم الله ما شاء الله. سنده بقى ورباطه، الحيطان ده رباطه هو. لا من هجمع وريني الجدر ده كده، ده فيه هنا عناب دي. لا ده ديت بسم الله ما شاء الله. الجدر اهو ما فيهوش اي عفن جذور، لا هنا بسم الله ما شاء الله الارض نظيفة، ارض بكر. بسم الله ما شاء الله. شوف صور كده. بسم الله ما شاء الله حاجة تفر. هنا هي جايبة طرح برضه، بس خد بالك انت لما تجمع ده الظهر ده هيقعد معاك ايوه ما انا وهيشتغل، عارفه ماشي؟ فانت لما تجمعها هتشتغل والله. معاك. الاسعار ده الزرع مش بيوقف. مشجع، يعني واحد بيقول لك البطاطس بدأت تشتغل سعرها عير بتمشي ومش عارف ما شاء الله. مكسر هنا اهوت من الطرح، مكسر من هي الطرح. الشطه ما هي عامله زي الازاز. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه الميه. اصل انا عندي، انا ممكن يكون عندي 4 طن في العشر صوب دول ماشي، بس انا خلينا جمعت مثلا دلوقتي السعر ب 2 جنيه، لا ممكن في شهر واحد يبقى يوصل ل 6 او 7. بسم الله ما شاء الله الخيار. بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح والله. المية حلوة، خلاص ازرع اللي انت عايزه، بس اهم حاجة المية يا عم الشيخ تكون مستديمة، ده الخوف من كده. يعني المية هنا ما بتقطعش، انت بقالك 3 سنين بأمان الله، حصل معاكم مشكلة في المية؟ بأمانة احنا يا عم بص يعني المية ما جاتش هنا فترة كده الخيار ده، لا وزارعين زرعة زي حلوة شكلها الخيار هنا لو وراحت المية الخيار قطع؟ لو عطش 3 ايام ينشف. ما فيش حاجة يعني حصلت. لا بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح والله. الله يبارك لكم والله. أرض كنز، بس خد بالك أنت هتبوظ الأرض. ده جاي مع السباخ، دي جاي مع السباخ، وفي نفس الوقت دي بقى معها، بس لو انتشر في الأرض ده هياكل. بنجيب له حش بتاع رش اللي هو سلكت
سلكت الصوت او اي حاجه فيها كالسيديوم، يعني ما تدفع لك كالسيديوم هتجيبها ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. احنا خلص صباح صوبين لسه ما نفش من الحشيش كمان. بسم الله ما شاء الله يا عم، كلها حرقة؟ هنا كله طب شرطة بقى، زرعنا الفلفل طب الصار شرطة بقى. بسم الله ما شاء الله يا عم الفلفل بقى لحمة. فلفل أحمر ده؟ لا فلفل طب الصار. رشيش؟ لا مش رشيش. أكل؟ نعم ما شاء الله. بكام الصوب عم الشيخ من ده؟ 46 ده؟ 6.25 بكام؟ الصوب؟ الصوب تعمل لي حوالي 3000 حديد بس. 3000 حديد بالسلك اللي عليها ده؟ ولا الخيط ده انت شد؟ لا بنجيب بقى الخيط ده بعد كده. بتيجي بقى الصوب بالمداد بالمقواس بالدعامات بالبوابات بتاعتها باللوتات. 3000 مستعمل حديد عادي ده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. حاجة تفرح يعني، الله يبارك. ذبحت الكيلو الفلفل بكام؟ الفلفل على 2.5. 2.5 المفروض الكلام ده بيقول لك الفلفل يبقى بنباع ب7.80. حصل الشطة ب9. السنة اللي فاتت اللي قبل انا بايع في الليل، كورونا موقفة الدنيا. شهر واحد اللي فات ده انا بايع الشطة على 11 جنيه. بسم الله ما شاء الله، كورونا موقفة الدنيا. معلش كان ماشي على 8.9. دي شجرة يقطين. يقطين ما انبتنا عليه شجرة من يقطين. شايف ناعمة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. طلع كمان عسل كامل كده. ده باخد بالك بيتاكل جميل ده. ما انا بقطع منه ولسه انا كده بيتاكل. طب بتطبخه؟ بيتاكل برضه ناي كده. هو علاج. علاج ملوش حاجة. لا ده مفيد جدا جدا، بيقال انه بيعالج 80 مرض. بسم الله ما شاء الله. الدكتور عامل عليه بحث بتاعه وشغال فيه، بس هنا بقى في مصر لسه. الدكتور رضا، دكتور رضا عارفه؟ لسه كنت واخد على اليوتيوب مسطح معاه. عندي ارض فاضيه اهي، دي طفله مختلطه بطفله. دي هتبيعها؟ لا دي من باعة، دي واحد كم فد؟ كم فد ده؟ واخد مني 7 فدات. بينكم بقى وبين طرعة الدهشورية قد ايه من هنا؟ من هنا كده 7.5 كيلو 8 كيلو. بسم الله ما شاء الله. يشرح القلب وحاجة. بسم الله ما شاء الله.